شكرا جزيلا. إن مصر الوطن الأعظم الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا، وأبناؤه الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه. طول ما احنا بخير وسلام وأمان كده، الحمد لله رب العالمين. أهلنا الكرام من أبناء محافظة المنيا، تحية واجبة إلى أهل صعيد مصر. تشريف لينا والأهالينا ولكل شمال الصعيد إن أنت حضرتك معانا النهاردة في القرية. شكراً يا سعادة الرئيس، وربنا يحفظك من أمامك ومن خلفك ومن يمينك ومن شمالك ومن فوقك وتحت الأرض يا سعادة الرئيس. الدعوات دي دعوات جميلة، والاستقبال ده استقبال يسعدني ويشرفني. اوعوا أبدا كلكم، حد فيكم أبدا يقلق أو يخاف من بكرة. مهما كرمنا ما عملناش حاجة، ويديك العافية والصحة ويصبرك ويرضيك. بشكركم على الجهد اللي انتوا بتعملوه، والحقيقة ده حاجة تشرف وتفرح. شكرا جزيلا. سنعمل ونعمل مرددين بقوة وعزيمة. تحيا مصر.